الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى المرسلين أجمعين. بارك الله لكما وعليكما وفي طريقنا جميعا هذه الأحوال. اللهم ألف بينهما المحبة والولاء واهدهما ما تهدي إلى التقوى والرشد واجعل لهما من أهل الولاء والعطاء والحوض والصالحين والجلال والعز حتى يوم Subscribe, like, and comment.